صباح الخير، عالصباح فتاح. اعتداءات في جامع، تحديدا في مرسى، تقطيع مصاحف كريمة، تخريب ومحاولة تخريب الجامع، واعتداء بآلة حادة. هذا الكل والمصدر من قناة نسمع، خلي لكم في الوصف في الديسكريبسيون تلقاو وتصاور وكل شيء. الحقيقة كل نهار نعيش غريبة في تونس، مسكينة تونس مسكينة، معناتها كل نهار نلقاو حاجة جديدة وحاجة مختلفة وحاجة حزينة برشا. ربي قدر الخير. الفايدة الحكاية هي منحرفين جاو للجامع هذايا، جامع في المرسى، اسم الجامع جامع الرحمن جبل الخاوي بالمرسى. المنحرفين هذوما دخلوا في تحديدا في الفجر هكاكا، خربوا الجامع، قطعوا المصاحف، واعتداوا على الإمام الخمس متاع الجامعة هذا وضربوه بسكينة. معناتها مش نقول محاولة قتل، والاعتداء على معناتها الاعتداء على المقدسات متاع غيرك معناتها. وهذه الكل علاش حسب موجود في المقالة متاع قناة نسمة، اللي هو الاستهزاء بالشعائر الدينية. كل نهار نعيشو غريبة، حاجة تأسف، حاجة خايبة برشا. نفترضو معناتها هما يمكن يكونوا ملحدين، يكونوا عندهم ديانة أخرى، ما يمنوش، هما أحرار ويعملوا اللي يحبوا عليه. لكن الحاجة الأساس والحاجة اللي تخلينا نعيشو في سلام كما نقولوا، إلا أنه نحترموا الناس الكل وما نحتديو على حد. ربي يهديهم وربي يهدي الجميع، ويلزم الحقيقة ياخذوا عقابهم باش معناتها الناس تاخذ العبرة، معناتها باش نعيشوا من غير عنف ومن غير مشاكل. ان شاء الله ياخذوا عقابهم، وتو نشوف شنو باش يصير في القضية هذه، وان شاء الله نقفوا معناتها ضد اي عنف مسلط على اي انسان في تونس وفي العالم. الى اللقاء ان شاء الله في خبر جديد من عالم أمين. إلى اللقاء.